السلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب الخير جميعا. بعد ما تكلمنا عن الانكريمنتينج سواء كان بوست أو بري، هيجي الكلام عن الديكريمنتينج برضو بوست وبري. هنتكلم في الأول عن البري ديكريمنت. زي ما قلنا ان البوست أو البري انكريمنت كنا بنكتبها ببلس بلس A، هنا هنخليها ماينس ماينس A لأن المسألة فيها ديكريمنتينج، يعني فيها إيه؟ فيها طرح، فيها سبتراكت، تمام؟ وهنقول ان الفرق ما بين البري والبوست مساله الارنجمنت للخطوات، ترتيب الخطوات. في الخطوه الاولى انا لو انا شغال بري انكريمنت، ها ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ الاولانيه هيحصل السبتراكتنج، هيطرح واحد من الفاريبل اللي بيحصل ليه او اللي بيصمت، ها؟ فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ النتيجه ان الفاريبل تشينج. الكلام ده قبل ما يحصل اساينمنت للفاريبل الثاني اللي هو انا هسدد له قيمه الفاريبل A ماينس 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 A، تمام؟ قيمه الماينس ماينس A ديت هيطرح منها واحد، وهتبقى قيمته الناتج بتاعها بعد ما اطرح منها القيمه واحد. بعدين بقى بعد ما بطرح القيمه واحد منها بيحصل ايه؟ الاساينمنت للفاريبل الجديد، للقيمه الجديده يعني. تمام كده؟ بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا لو انا قلت اني خلينا نقول فار A بيساوي 2، عرفت متغير A ب 2، تمام؟ اوكي. وبعدين لو انا قلت له مثلا ان X بتساوي ماينس ماينس A، ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ انا هركب قيمه الإكس بسرعه دوت في الاساينمنت، شغلي هيكون على مين؟ على ماينس ماينس A دي. اللي هيحصل هقول له ان A بتساوي A ناقص 1، ده ترجمة للخطوه الاولانيه اللي هي ايه؟ سبتراكت 1 فروم الفاريبل A، فبالتالي ان ال A هتساوي 2 ناقص 1، فال A هتساوي 1، تمام كده؟ جميل. ودي قيمه ال A اللي بتساوي 1 دي هي اللي هيتم ايه؟ هيتم اسنادها للفاريبل X، فال X هيساوي مين؟ هيساوي القيمه 1 اللي هو الناتج بتاع مين؟ الناتج بتاع السبتراكشن، يعني بعد ما طرحت منها 1 اللي هي الخطوه الثانيه. تمام كده؟ نتيجي نمثل الموضوع ده بالكود علشان نشوف الكلام ده صح ولا غلط. هنمشي على نفس المثال. لو انا قلت var a يساوي 2 وقلت a هتساوي 2، لو انا قلت x بتساوي ماينس ماينس a، ها ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ جميل، قيمه ال x الاول هشتغل على ماينس ماينس a، يعني انا طالما شغال بري يبقى هشتغل بري على قيمه ال a، اروح طرح واحد من قيمه ال a، هي القيمه دلوقتي كام؟ 2، هطرح منها واحد وادي قيمه x، يبقى x هتساوي كام؟ 2 ناقص 1 تديني 1، قيمه ال a حصل لها ايه؟ اطرح منها واحد، يبقى قيمه ال a كام؟ بواحد برضه، تمام كده؟ جميل. حتى لو قلت دلوقتي يا جماعه x بتساوي ماينس ماينس a، فانت عارف ان قيمه a دلوقتي بكام؟ بواحد، هطرح منها واحد وتبقى كام؟ هتبقى صفر. إذا قيمة الـ A هتبقى كام؟ هتبقى صفر. قيمة الـ X هتبقى كام؟ برضه هتبقى صفر لأنها 1 ناقص صفر. فأنا لو عملت إنتر هلاقي إن قيمة X بصفر. قيمة A بكام بقى يا جماعة؟ نفس السيناريو، قيمة A بصفر. ده بالنسبة للـ 3D. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.